له كتاب نخب تفاعل أجداس الخطاب في رسالة الغفران سنة 2014، له ديوان شعري تحت عنوان جنون الظل 2018 في إطار الإصدار القريب، له هذا الإصدار القريب مجموعة قصصية بعنوان بلاغة الرجل الصغير، وله كذلك يتابع دراسة السنة السابعة على آلة الساكسفون بالمعهد الموسيقي، كما أنه فاعل جمعوي وثقافي بالنسبة للمدينة. إذا سوف